بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا في الصيدلية المنسية. تحدثنا بالأمس عن الماء وأهميته، وذكرنا قول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وكنت أتمنى أن يقوم العلماء العرب والمعامل العربية بالأبحاث التالية التي سأوردها على حضراتكم بالنسبة للماء وتصديقا لهذه الآية الكريمة، ولكن للأسف هناك ما يسمى بالاتحاد الياباني للأمراض هو الذي قام بهذه الأبحاث وهذه الدراسات على العلاج بالماء. الاتحاد الياباني للأمراض بينشر التجربة التالية للعلاج بالماء. الاتحاد الياباني للأمراض بيقول أن نسبة النجاح في النسبة للعلاج بالماء للأمراض التالية قد وصلت نسبة النجاح إلى 100%، وهذا حسب الدراسات والأبحاث التي أجراها الاتحاد الياباني للأمراض. وجدوا أن الماء قد يكون عاملا مهما جدا في شفاء كثير من الأمراض، وزي ما بقول لحضراتكم بنسبة 100%. وبغض النظر عما ذكره الاتحاد الياباني لعلاج الأمراض، ولكن دعونا نقول أن كثرة الماء لن تضر أبدا في كل هذه الأمراض التي ذكرها الاتحاد الياباني للأمراض. يذكر الاتحاد الياباني للأمراض أن الماء يستطيع أن يساعد في الشفاء بنسبة 100% في الأمراض القديمة والأمراض العصرية التالية، ذكر منها الصداع وضغط الدم وفقر الدم أو الأنيميا، أيضا داء المفاصل أو الألام الروماتيزمية، أيضا الشلل وسرعة خفقان القلب ولم يقف عند هذا الحد، ولكن أضاف أيضا الصرع والسمنة. كل هذه الأمراض بدأ الاتحاد الياباني بتطبيق شرب كميات معينة من المياه في هذه الأمراض، وبالتالي بدأ يلاحظ النتائج في نجاح أو في شفاء هذه الحالات: الصداع وضغط الدم، فقر الدم أو الأنيميا، ضاء المفاصل أو الألام الروماتيزمية، الشلل، سرعة خفقان القلب، الصرع والسمنة. وأعتقد أن كثير منا جرب كتير قوي موضوع الصداع. لو عندك صداع شديد قوي اشرب إزازتين 2 لتر ماء متواليين ورا بعض في خلال 5 دقائق أو 10 دقائق، مفيش 10 دقائق هتجد أن الصداع فعلا ابتدى يروح تماما. أما السمنة فهناك كثير من أنواع الدهون وما نسميها بالدهون الورقية لا تذهب من الجسم ولا يستطيع الجسم التخلص منها إلا عن طريق شرب الماء بكثرة. أيضا الأنيميا واستفادة الجسم من الحديد واستفادة الجسم أو قدرته على بناء وتكوين الهيموجلوبين مرتبط ارتباط وثيق بكمية الماء التي يتناولها الشخص. وكذلك أيضا كثير من الأمراض التي ذكرت مثل ضغط الدم، فكثرة شرب الماء ستعدل ضغط الدم المرتفع وترفع أيضا ضغط الدم إن كان منخفضا، وأيضا داء المفاصل أو الروماتيزم الألام الروماتيزمية بتستجيب بصورة جيدة جدا جدا لشرب الماء بكثرة، وسرعة خفقان القلب أيضا لها نصيب كبير جدا في تنشيط الدورة الدموية عن طريق شرب الماء بكثرة. طريقة شرب الماء سنذكرها سويا غدا إن شاء الله حتى نستطيع الاستفادة كاملا من هذا البحث الرائع الذي قام به الاتحاد الياباني للأمراض. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الرحمن، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.